عاش وهو ناظر وكذلك عضو لجنة مجالس الأقسام. أهلا بك سيدة فاتحة. أهلا بك سيد معيش أو فهيم هكذا. إذا نستهل الحديث معك سيد فهيم كناظر وعضو لجنة مجلس الأقسام. عندما نتابع التقرير نلاحظ بأنه هناك وكنا نتحدث في كواليس أن القانون لصالح التلميذ، لكن عندما تسمع للولي تلاحظ بأنه هناك خروقات عديدة. حدثنا عن الإطار الذي من خلاله يتم اختيار إبقاء تلميذ دون غيره. اولا السلام عليكم. وعليكم السلام. نتشرف بالاستضافه اللي خاصتنا في هذا الموضوع. هناك بروتوكول صدرته وزير التربيه الوطنيه يحدد يعني كيفيه اعاده الادماج، يعني مفصل بالمواد تاعه. شكون اللي عنده الحق يولي، شكون اللي ما عندوش الحق يولي. من بين هذه النقاط، اولا النقطه الاولى هو عدم استفاده التلميذ من الاعاده في المرحله التعليميه. يعني التلميذ يكون ما عاودش كاع يتيك في الطور. في الطور يعني ثانوي او متوسط؟ الطور الثانوي. ما نهضروش على المتوسط، اذا عاود في المتوسط ما نهضروش عليه. لا يحتسب. لا يحتسب، نقولوا اعاده في الطور. ثانيا مدى استعداده للدراسه وارادته. هنايا شكون اللي يعرفها؟ يعرفها الاستاذ. يعرفها اعضاء مجلس القسم، هما الاساتذه. هما اللي يعرفوها واللي قراوه. اسكو عنده الاستعداد؟ ممكن يكون هذا التلميذ ما لحقش. الله غالب ما لحقش. ظروف كاين يعني. ظروف لازم هاد الظروف هادو لازم ناخذوها بعين الاعتبار. كاين ظروف اجتماعيه، كاين ظروف نفسيه، كاين ظروف صحيه. صحيه احيانا. شكون يعرف هادشي؟ كاين مستشار تربيه وكاين الاساتذه وحتى الناظر، لانه بكونه هو رئيس مصلحه البيداغوجيه، يعني هو المشرف على الاساتذه وهو المشرف على الاستشارات التربويه. وكاين نقطه اذا كان حضوره منتظما بالمؤسسه، يعني هذه هي النقطه التي ممكن ان يعني كما يقولوا تولي عائق على التلميذ، يعني تولي كونتر التلميذ هذه النقطه هذه. لانه كاين معظم التلاميذ يغادروا المؤسسات التربويه مبكرا. يعني في فيفريي او مارس، يعني لا في فيفريي يغادر المؤسسه، خاصه اذا لم يكن هناك مبرر. جوستو ما كاش مبرر. هذه هي يعني هنا المشكل ليكم من هنايا، هو الدروس الخصوصيه. والاولياء على بالهم بهذه، على بالهم بان ولادهم راهم يديروا دروس خصوصيه. حنا نعانيو في الادارات الجايه، في الادارات تاعنا نعانيو، لانه كل ما نستدعيو هاد التلاميذ هادوما، نستدعيو الاولياء تاعهم، كيجيو لعندنا واش يقول لنا؟ او يدير لي كور. لا ماهوش عايب، او يدير لي كور علاه ويلعب. ماهوش يلعب. جهل بالقوانين الموجوده. فوالا. وربما هنا يعني ارمي الكره لك سيده فتيحه، ما كان يتحدث عنها السيد فهيم كان يتعلق بشروط، هل هذه الشروط تعتقدينها يعني صارمه نوعا ما، وفي بعض الاحيان ممكن ان يظلم بعض الاشخاص؟ لانه عندما تحدثي مع الولي، الولي يعني يلعب على امور العاطفه، يقول لك سمعنا يعني احد الاباء يقول لك انا ابني اذا خرج في 15 سنه وش يحيد للشارع. والله يعني اولا شكرا على الاستضافه. بالنسبه للبروتوكول لهذه السنه يعني راه صدر، وهذا الشيء حنا كجمعيه وطنيه لاولياء التلاميذ نسمنوه كثير. لماذا؟ لان مثل هذه النقاط، مثل هذه التوصيات الصارمه، حنا اهلا وسهلا، ولكن حنا الشيء برك فقط اللي نفتح قوس وبالك الزميل تاعي يشاطرني له، لانه والي بالدرجه الاولى، هو توعيه الوعي عند المجتمع. عندما تصدر هناك تعليمه وتكون جديده مهما كانت في اي قطاع، اولا تشوف الميدان كيفاش راح يتفاعل معها. حنا هذا البروتوكول اهلا وسهلا، هو يعني ما شاء الله يخدم التلميذ بالدرجه الاولى، ولكن فيه وعليه. اولا النقطه اللي حنا كاولياء حنا شفناها شويه راهي عرقلت، هي التلميذ اللي راح يلتحق بعد انه يوافق انه يعاد ادماجه. راكم متاخر. راه متاخر، راه شحال من الدروس راحوا له. ثانيا الى كان التلاميذ اللي ما يعني ما وافقوش على الادماج تاعهم بعد الطرد، راح اليوم يا اخي الاستاذ اليوم راح يهبطوا الى المديريات التربيه للتلاميذ، يعني كل القوائم اللي يعني فصلوا فيهم بالايجابي والسلبي ستدرس ثانيك في المجلس، يعني في مديريات التربيه، وراح يحسم عليها الامر يوم 17 اكتوبر. اذا واش يبقى لنا على اليوم 8 يفصل فيهم، ولكن يوم 9 يرجعوا لهم. يرجعوا لهم، ولكن التلميذ متى يلتحق بالمدرسه؟ ايام الفروض، ايام الفروض. احنا اليوم نهضروا على التلميذ بالدرجه الاولى ووعي الأولياء. ثالثا النقطة مهمة جدا هي الأستاذ. الأستاذ اليوم عندما يدخل تلميذ وهو شهر كامل
ونصف او اكثر وراه على ابواب الفروض، يعني نتبع حد النقاط على ابواب الفروض. واش الاستاذ ماذا يفعل؟ راهو امام تلاميذ دخلوا اثنين او ثلاثه من قاعه التدريس بعد ادماجهم، راهم راحوا لهم كاع الدروس وراهم على ابواب الفروض. اذا احنا اليوم هذا النقاط، انا نقول هذا البروتوكول نعم نثمنه لانه صارم، ولكن فيه وعليه فيه بعض التعديلات حنا حابه لو ندرسوها. والنقطه الرابعه اللي حبيت نذكرها هو يعني الطول تاع هذا، يعني جاء في بدايه السنه، حنا حابه لو كان في اخر السنه. في اخر السنه تدرس كل الطعون، يدرس كل الملف التلميذ في اوانه. وحتى هناك مشكل هي كل يعني نهايه السنه مؤسسه تلقي فيها بالك 1200 تلميذ، تلقي اكثر من 200 ولي ما يديش لو بولتان تاع وليدو، يعني كشف يروحوا عطله، يروحوا العطله، يجي في بدايه السنه ومن بعد يتصادم مع الواقع. حكين اولياء ما على بالهمش حتى نقاط التلاميذ. اذا احنا اليوم احنا هذه الفئه من الاولياء اللي دارنا اليوم، انا اليوم جيت هاد من دخول المدرسه الى حدنا الان، والاولياء عم يشوفوا فيا اليوم. احنا رانا من مؤسسه لمؤسسه، بين توعيه، بين يعني كنت نهضر في الكواليس مع السيد الفاضل، بين ايضا مع مدراء اللي خداو بعض القرارات، حتى هما راهم ما فهموش هذا البروتوكول، مازال ما توعوش عليه التكوين. اكيد اكيد. وفي هذه النقطه بالذات ردك على هذه النقطه سيد فهيم المتعلقه بالمده الزمنيه، كيف ستتعاملون مع هذه الحالات التي ستتاخر عن الدراسه؟ والله أشاطر السيدة أشاطر الرأي، يعني احنا رانا نقدر نقول لك راحين نعانيو، لأنه هاد التلاميذ أصلا راهم مفصولين أصلا، يعني مستواهم حيكون نوعا ما. علاش فصلناهم؟ سواء يكون المستوى تاعو ماشي مليح، ولا يكون عنده غيابات أو انضباط ماشي مليح في السلوك. يعني المهم هاد التلميذ ما راهوش يعني مثل التلاميذ اللي راهم داخل القسم. وزيد على ذلك أنه راح يدخل روطار، كيدخل متأخر واش راح يصرا؟ التلاميذ اللي راهم اجور، اللي راهم مع الاستاذ اجور وما يلحقوش، وما ادراك ما انه التلاميذ هذوما راهم متاخرين. حنا نشاطر السيد الراي نتمناو لو كان اولا هذا البروتوكول هذايا من المفروض لازم يكون عليه ايام تكوينيه، خاصه للطاقم التربوي والاداري، هذه اولا. ثانيا يكون عند الاولياء باش الولي يكون على باله، كيكون الولي على باله. انا نقول لك ماذا سيده، لو الاولياء على بالهم بهذا البروتوكول وعلى بالهم واش كاين فيه، وانا نقدر نقول لك بلي معظم الاولياء ما يجوش للمؤسسات، معظم الاولياء ما يجيش يشكي باسكو على باله بلي ما كيما يقول ما وليدو ما حكرناش التلميذ هذايا وما دينالوش حقه. في هذه فكره يعني الظلم نسبيه، لانه كاينه نقطه متعلقه بقرار الاساتذه. هنا السلطه التقديريه للاستاذ حتى يقيم تلميذ، ربما في بعض الاحيان السلوك وهو نقطة مهمة جدا، لكن في بعض الأحيان كذلك تدخل الولي، هل تأخذون بعين الاعتبار هذه الأمور؟ يعني الولي الجزائري دائما ربما يتقرب منكم كذلك من جمعية أولياء التلاميذ يقول لك ابني هاو الإشكال هاو الإشكال، ربما أعطوا له فرصة. فكرة هل هناك استثناءات؟ هل هذا البروتوكول يضع مجال لاستثناء معين؟ والله يعني احنا البارح درنا مجلس قسم، الأساتذة مشكورين يعني على المجهودات اللي بذلوها وعلى الصراحة تاعهم. نقدر نقول لك بأنه الأستاذ ما كاش أستاذ اللي ما يعتبرش التلميذ هذا كيوليدو، يعتبروا كيوليدو تاع الصح ويسييو لو ماكسيموم باش يعاونوهم، إلا إذا كان تلميذ أنه التلميذ هذا الله غالب يعني ماهوش حاب يقرا. كاين بعض التلاميذ، هاي السيدة معايا ولي التلميذ أيضا، كاين بعض التلاميذ هو ماهوش حاب يقرا، والدي يحبوه باش يقرا دراع، يقول لك لا انا وليدي لازم يقرا. ولكن احنا على بالنا يا سيده، يعني نقولها يا سيده تاخذي راي وليدك ماهوش حاب يقرا، انا ماذا بيا هاد الطفل هذا روحي ديري له ستاج وشوفوا له. هو يقول لك انا شيخ والله ماذا بيا ما نقراش. حنا يصرحونا التلاميذ، يصرحونا يهضروا معنا، يقصروا معنا، يحكيوا لنا، على بالنا بكلش، وناخذوا بعين الاعتبار، ناخذوا بعين الاعتبار السلوك تاعهم، الحياه الاجتماعيه تاعو، الحياه الصحيه تاعو. يعني الاستاذ مدى به التلاميذ تاوعو
يرجع تلاميذ تاعو وما يجيبوناش تلاميذ واحد اخرين من جهه واحده اخرى. وما تجيش فيها حسابات شخصيه لانه تسمع التلاميذ بعض الاحيان يقول لك انا هذا الاستاذ عنده اشكال معي لهذا السبب ربما تم طردي، وهذا الامر يتضخم على مستوى يعني يتم نشره حتى الاب يولي والاولياء يمنوا بها يقول لك هناك مشاكل شخصيه. بالطبع واضيف على ما قاله السيد الفاضل هناك ايضا نقطه التوعيه. احنا هذه نقطه التوعيه احنا رانا نشوفوا كثير من الاولياء واحنا جاونا كثير من المشاكل على مستوى الوطن وخاصه ولايه العاصمه. كثير من المشاكل من حيث اصطدام الولي بقرارات. احنا قرارات نعم نحن مجتمع جزائري ما تعودناش على الصرامه والردع. اذا احنا اليوم في المدرسه اللي هي العمود الفقري اهلا وسهلا بالصرامه والردع، ولكن على كل الطاقم اللي التربوي. اذا احنا كل العائله ما نميزو حتى واحد على الاخر، احنا كل واحد نحبو يكون عنده حقه، لان هذا اللبنة هذا الكنز اللي رانا نربو فيه. الا كان تمييز، الا كان شاف تلميذ تلقاي 23 سنه في عمره دخل بقرار جا من فوق ولا بقرار جا من مدير التربيه ولا مع احترامي لكل مدراء التربيه. لا استاذه فاضله، مع احترامي هناك مدراء التربيه في القمه يا استاذه، في قمه الاخلاق، وهناك اساتذه ايضا راهم تاج فوق رؤوسنا وحنا على ابواب اليوم العالمي تاعهم ونحييهم. ولكن نعود الى كلمه نستعملوها بزاف في المجتمع الجزائري في كل الميادين هي المعرفه. احنا اليوم تلميذ عندما تربيه على الصدق في البيت، تربيه على الصرامة، تربيه على الاحترام، تربيه ويشوف أشياء، يشوف أشياء. أنا اليوم جيت من مؤسسة تربوية وعلى باله مش رانين نهضر، تلميذ دخل بقرار والتلميذ اللي عنده الحق أنه يدمج فصيلة. إذا احنا اليوم كجمعية وطنية لأولياء التلاميذ الشيء اللي قلناه ونعود نكرره هي المعرفة هذه كفانا منها، كفانا. لا يجب الردع. وتحدثنا مع وزيرة التربية وما شاء الله كانت اليتي فريمون اليكوت دو سو بوين هاد لا دوليونس، وهي ايضا قالت انا اشير هي راهي ضد ونحن الحمد لله. اذا لازم الصرامه، الردع والصرامه. انا اليوم تلميذ خلاص ما نقولش ما عندوش الحق انه يتمدرس، كانت عنده دي زوبورتينيتي اون شانس انه كان في مقعد بيداغوجي وكان عنده استاذ وكان كان يتهاون كانوا خلاص فصلوه. كاين مراكز تكوين الاولياء لازم يكون عندهم، لازم الاولياء يعرفوا بالليك هناك ليس فقط المدرسه اللي تلحق بالتلميذ. لانه سيده فتيحه وسيد فهيم اذا توافقني الراي الجزائري بالنسبه له لاحظنا في البكالوريا كيفاش الاهتمام تاعه يعني مساله حياه او موت بالنسبه له انه ابنه يفصل من المدرسه يعني كارثه في الاسره ولا يبحث عن بديل، يعني يرادف الفصل مع الشارع وعلى المشاكل ومع امور وافات اجتماعيه. وقال كلمه طيبه السيد، يعني نقول بك كلمه، قال جمله كلمه طيبه يعني ما شاء الله. هي عندما يكون قرارات مثل هذه وقرارات في المستوى، ولكن فيها نقاط تعدل بإذن الله، وإحنا على دراية أن الوصاية ما شاء الله يعني كي نحبوا نحطوا أي نقطة أو أي توضيح أو نحل هما يعني يسونت عليكود. بالنسبة لمثل هذه القرارات يعني القيمة، إحنا حبذا لو الأولياء يكونوا على علم يعني تشهر بها، يكونوا على ابواب المدارس، الاولياء يكونوا عند الاولياء كما قال السيد الفاضل عند كل الاولياء. والاستقبال كذلك مهم جدا سيده فتحه، انه بعض الاحيان بعض الاولياء يلجؤوا للمؤسسات التربويه كنا نتحدث عليها في الكواليس، وهنا الاستقبال احيانا من ربما ابسط يعني مستقبل له يرفض يقول له. وطلبنا من السيده الوزيره هذه السنه كي كانت عندها جلسه قبل يعني السنه الدراسيه يعني 2017 هذه قبل ما تختم، الشيء اللي ركزنا عليه هو استقبال الأولياء بطريقة لايقة، خاطرش عندنا مشكل التواصل ومشكل في طريقة الاستقبال. أنا كي نروح للمدرسة وشنو هو يعني الاهتمام تاعي كي نروح للمدرسة؟ عندي الولي تاع الابن تاعي، عندي انشغالات، بتت عندي حلول. إذا أولا وقبل كل شيء طلبنا أن تكون الاستقبالات ماشي فقط في المؤسسة التربوية، حتى في مديرية التربية. مدير التربية يفتح الأبواب للانشغالات الأولياء، ماشي يقعد يغلقوا ويكون استقبال أرواح السمانة الجاية أرواح غدوة. هذا الولي عامل، هذه السيدة عاملة، هذا الابن راهو معلق. إذا افصلوا الامور بكل يعني بطريقة عقلانية، وكما راهو يحكم به الدين تاعنا. الدين ومعاملة، احنا ما راناش نطبقوا ابسط الامور في الدين تاعنا،
الدين معاملة. أكيد أكيد. وحتى نختم سيد فهيم معك النقطة التي كنا نتحدث عنها وأشرت إليها، هي أنه الأولياء يوجدوا حل البديل في حالة ما إذا لم يتم قبول التلميذ، يعني التكوين مهم جدا، أنه لأنه من ناحية الاجتماعية نتائج خروج هذا التلميذ في عمر 16 سنة وكل الأباء مغلقة أمامه هي أفات اجتماعية من مخدرات إلى أمور أخرى. هنا تحتي في اللوب، في اللوب كما يقولوا تاع المشكله تاع التربيه التربيه في الجزائر. مشكل الاكتظاظ هذا منين جا هذا المشكل تاع الاكتظاظ؟ لازم رانا في 2018. نتمنى انه وزير التربيه الوطنيه معالي وزير التربيه الوطنيه لازم تشوف، يعني نشوفوا البعيد، وزيد يكون لازم يكون تنسيق بين وزاره التكوين المهني، لازم تكون هناك، خاصه تكون هناك بكالوريا مهنيه. اذا كان اذا لحقنا لهذه الدرجه هذه تاع الوعي تاع الاولياء، خاصه انه هناك بكالوريا مهنيه، ربما ما راحش يصير لنا هذا المشكل هذا تاع اعاده ادماج، ما راحش يصير لنا مشكل تاع الاكتظاظ، يكون عنده بديل موازي، يعني بديل عنده. باسكو نقول لك علاش دان كوتي اولياء التلاميذ عندهم الحق، يشوف وليده لو كان يخرج ابري سيزون، اذا خرج وليده اوضاع مخدرات سرقة، لا ديلينكونس، يعني كيما يقول كل آفات الاجتماعية هي تستنى في وليده. ماهوش يخمم بأنه كاين هناك تكوين مهني راح يدي وليده يدير مهنة ويخدم بها، أو يخمم مباشرة إلى الآفات الاجتماعية اللي راهي تستنى. اسمحي لي باكي نكمل واحد النقطة برك، وكاين نقطة واحدة أخرى نتمنى من وزارة التربية الوطنية أيضا أنه تكون يعني تفعلها، هي مسألة التكوين ومسألة الترقية. مسألة الترقية هضرت السيدة يعني على الاستقبال، وما من تي هضرتي على الاستقبال. استقبال علاش ما كاش استقبال؟ لأنه معظم كاين زملاء اللي راهم مديري ثانويات ما راهمش في بلاصتهم. الناضل ثانوية هو اللي لازم يكون يترقى إلى مدير ثانوية. الأستاذ ما يلزمش يترقى إلى مدير ثانوية لأنه راهو بيداغوجي، دير له ترقية إلى أستاذ مكون، أستاذ ممتاز، أستاذ مبرز. يعكس على التسيير الحسن للثانويات، لانه الناظر راهو كاين النظار اللي عندهم 5 سنين، كاين عندهم اللي عندهم 10 سنين في الاداره، راه يعرف كيفاش يسير، راهو رئيس مصلحه البيداغوجيا، يتعامل مع الاساتذه مباشره، يتعامل مع التلاميذ مباشره، يعرف حيثيات اليوميه تاع التلميذ. هو أقرب يعني هذا نقطة يعني جوهرية. لو وزارة التربية الوطنية تطبق القانون فقط، نطبقوا فقط القانون، المادة 29 17162 تقول لك بأنه الناظر فقط ليترقى إلى مدير ثانوية، غدوة من غدوة نلقاو مدير ثانوية كفء، يعرف يهضر، يعرف كيفاش يستقبل، راح يستقبل لأنه ما يخافش، إداري. ولكن أستاذ هذاك جديد كان أستاذ ومن بعد ولا مدير، يولي يخاف يستقبل، يخاف يدير اجتماعات، يخاف كثيرة. بيان سور يخاف يتلاقى مع الاولياء، باسكو ما كاش موالف يتلاقى مع الاولياء هكذايا، كان يتلاقى مع ولي تلميذ يقول وليدك صافا، ومن بعد كي مع الاخر يتلاقى مع جميع من الاولياء وتلاميذ يعيطوا ضغط ومشاكل. نعم ماشي موالف بالضغط، ولكن الناظر هذاك عنده 5 سنين خبره، موالف هذاك الضغط، يخدم الاداره ما يخافش، كاين القانون، يعرف يقرا القانون. تقريبا وصلنا يعني نظرا لضيق الوقت فقط حتى نختم فقط بنقطه حبيت نضيفها الى سيدة الاستاذ، كلمه الشطب في المؤسسه التربويه. نعم يعني يروح هنا كاين مطرود وكاين مشطوب، وشنو هو الفرق؟ المطرود هذا عطاو له اون شانس بهذا البروتوكول انه يعيد الادماج. اليوم عندنا كثير من الاولياء يعني جاوا التحقوا المكتب الجمعيه الوطنيه، حطوا قال لك نروحوا للمدراء وما يقبلوش، ما يقبلوش الطعن تاع ابن تاعنا اللي عنده 17 سنه، عاود البكالوريا مره واحده وما عاودش كامل في الطور الثانوي، الخلطه اللي كان يدير كان يتغيب، اسمع قصاوه بالشطب، واليوم ما كاشو كامل في الرقمنه متعلق بالشطب. اليوم هذا التلميذ هذا ما المصير تاعو. احنا اليوم من هذا المنبر كجمعيه وطنيه انا اناشد كل المدراء اللي عندهم الضمير الحي ان كل ولي، وعندنا بعض الايام بقاونا على هذه الدراسه تاع الطعون، ان هذا المدراء يشدوا هذا الطعون مهما كانت مطرود مشطوب، هذا تلميذ من حق التلميذ ان لا روكيت تاعو تدرس ولم يخرج. مازال ما تعودوش على فكره انه التغيب
قادر عنده نتائج ومن السنة المقبلة إن شاء الله هذا التلاميذ يحل يعني يكون هناك يعني تكون هناك تصريح أو يعني قرارات يعني للأولياء وحتى للتلاميذ أن باش يتحضروا نفسهم. واليوم هذا هو الهدف أن نسلط الضوء ونعلموا كذلك الأولياء. ونتمنوا أن كل تلميذ يلقى مكانه إذا كان عنده مكان في المدرسة أهلا وسهلا بكل رحب يعني باش يدرس. ولا ما كاش عنده ما يقولش مكان هناك بديل هناك بديل الأولية. رسالة الأولية نفس الشيء للنجاح نفس الشيء أكيد سيدة فاتحة باشا نائب رئيس مكتب الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ وكذلك السيد فهيم بولمعاش ناظر وعضو لجنة مجالس الأقسام جزيل الشكر لكم مرة أخرى. شكرا. إذن مشاهدينا الكرام نتوقف بكم عند فصل إشهاري وبعده نواصل